أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن صار على دربه واهتدى بهديه إلى يوم الدين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا يا الله. اللهم اجعل هذا المجلس خالصا لوجهك الكريم يا رب. تفضل سيدي. منذ محاضرتين بدأنا. تفضل الشيخ، تفضل فوت، تفضل. بدأنا وكان كلامنا في الدلالات، تكلمنا عن الأمر وما فيه، وقلنا الأمر هو من وجوه البيان يرجع، من وجوه الوضع يرجع إلى الخاص، وأخذنا النهي، ثم أكملنا في المحاضرة السابقة العام والمشترك والمؤول، فنكون انتهينا من الدلالات القسم الأول اللي هي وجوه الوضع، خاص عام مشترك مؤول، انتهينا منها. ثم بدأنا في النوع الثاني منه وهو وجوه البيان، وقلنا عندنا فيه قسمان: ظهور، وجوه الظهور، وجوه الخفاء. انتهينا أيضا من وجوه الظهور وهي الظاهر والنص والمفسر والمحكم، ووقفنا عند وجوه الخفاء. نستعين بالله عز وجل من هنا: يا رب يا رب تيسرها علينا وعليكم يا رب. في أول جلسة في الدلالات أعطينا توصيف عام، الآن فقط نثبته ونزيده عليه. فتكلمنا هناك مشايخنا، تكلمنا إنه الخفي خفاؤه، الخفي خفاؤه لم يأتي من نفسه، وإنما جاء من غيره، هو في نفسه ظاهر. وأعطينا مثال وقت الكرسي والكنباية، قلنا الكرسي لو نظرنا إلى لفظه في دلالته على الكرسي إيش؟ ظاهر. طيب في دلالته على الكنباية، فصار في دلالته على غيره عندنا احتمال بسموها زيادة واحتمال نقصان. إذا كان زيادة فنقول وجد المعنى مع زيادة فنقبل، بس إذا كان نقصان ما الحكم؟ لا نقبل. أمامنا مثال هنا: السارق، السرقة من مسارقة العين، وهو أخذ المال خفية. وبالتالي إذا شخص رفع السلاح على آخر وأخذ المال قهرا لا تعتبر سرقة، لا تعتبر سرقة ولا تأخذ أحكام السرقة. طبعا فيما بعد، فيما بعد أصبحت الفتوى على أن من يفعل هذا ولو كان في المصري تعد من المحاربة، من الحرابة، بحيث يقام عليه حد الحرابة الذي يفعله قهرا. و فيما بعد كفتوى، لأنه شبه حاله بحال من يقطع الطريق في الخارج، وقطع الطريق في الخارج الإشكالية فيه أنه إنسان لا يلحقه النجدة، إنسان يسير في سبيل الله فجأة خرج له ناس وقتلوا وأخذوا ماله. قالوا في المصر في الزمن الأول في المصر تلحقه النجدة، فبالتالي شرطه من يدخل في الحرابة أن لا تلحقه النجدة. ثم فيما بعد ضعف الأمن في المصر، بحيث حتى في المصر لم يعد الناس يعينون، فهمنا؟ فأخذ حكم مين؟ الذي يكون في الخارج. بس أنا بس الآن بحثنا ليس في هذا، بس هكذا تكلمت فيها جانبا. بحثنا إنه السرقة لابد فيها من الخفية، وبالتالي إن لم يكن على سبيل الاستسرار لا تعد إيش؟ سرقة، ولا يقام عليه حد السرقة. طيب عندنا شخصان، الشخص الأول نباش، النباش كل ما يدفن شخص بروح يحفر القبر وبيأخذ الكفن وبيبيعه،
هذا نباش يسمونه. الناس يعني انت لا تقيس نفسك اذا كنت تعيش في مدينة او كذا. الناس الذين يعيشون يعني في القرى او في الناس لها، تجد يعني الدينار له قيمة يعني عندما ينظر اليه. انت ابنك تستحي تعطيه اياه، بس هو له عنده ايش قيمة، وبالتالي انت تنظر الان الكفن هذا شو قيمته شو كذا. ما تنظر انك في دول كمان رئيسية، في دول نائية اخوتي بتكون يعني على الاطراف يعني يعني وضعهم جدا صعب، احوالهم يعني ما في عمل ولا في ولا في يعني في. فكل شيء عندهم له قيمة يعني، ليس موضوعنا. المهم في واحد اسمه نباش، هذا يذهب. طيب هذا النباش هل تقطع يده او لا تقطع؟ الان احنا مرحلة الخفاء فيها التأمل بسمونها كمصطلح، الطلب، الطلب معناه التأمل، يعني بدي أتفكر شوية بس معناها، يعني ليس فيه مرحلتان، فيه مرحلة واحدة وهي الطلب. الطلب عندهم يطلقونه فيها التأمل. ما معنى التأمل؟ النظر والتفكر. طيب هل هذا النباش فيه معنى السارق بحيث يسارق عين الناس؟ لا، ما في حد يسارق عينه. الميت لا يستطيع أن يحمي نفسه، وبالتالي ما عنده عين يسارقها. فصار المعنى الذي في النباش ناقص عن المعنى الذي في السارق، وبالتالي لا تقطع يد النباش. مش إنه فعله حلال، نحن ليس لنا بحث الآن في الحلية، ليس لنا بحث إيش في الحلية، ولكن بحثنا في الحد. فهمناها؟ فهو ممكن يقام عليه عقوبة شديدة، ويمكن هذا ليس موضوعنا. موضوعنا هل يحد أو لا يحد؟ لا، هو ليس في معنى مين السارق. طيب فبالتالي النباش أخرجناه ولم نقم عليه حد، لأنه لا يوجد فيه معنى الاستسرار، لا يوجد فيه معنى الخفاء، لا يسارق عين أحد. فهمناها؟ فعله محرم يعاقب، هذا موضوع آخر، بس ليس حدا، يعني لا يدخل تحت السرقة. الثاني الآن عندنا شخص يسمونه الطرار. الطرار هذا بيكون معه شفرة أو موس، يعني آلة حادة، وهو الآن عنده خفة حركة، بيأتي بجوارك وبطء يعمل يطر جيبك بحيث ايش يدخل يده ويأخذ ويخرج الماء، يأخذ الماء. النشال ما بعرف هذا النشال في اللغة نفسه، لا بس هذا الطرار بده يقطع. النشال يختلف عن الطرار. الطرار يشق الجيب فيقع ما فيها، فهو يلقي يده فيأخذ. النشال يدخل يده في الجيب بخفة. فالطرار في النتيجة مزق الملابس وأخذها بس بسرعة. ففيه لاحظ مع الاستسرار، يعني يسارق عينك أنت موجود، فيه سرعة الحركة، فزاد معنى على مين؟ على السارق. زاد معنى على السارق أنه وجدت المسارقة وأضيف إليها خفة الحركة، فيقام عليه حد إيش؟ مع أنه الطرار ليس السارق، يعني اللغة أسف أهل الوضع قالوا هذا طرار، هذا سارق، هذا نباش، لكن وجدنا فيه معنى السارق إيش؟ مع زيادة. ففي التالي الآن الخفاء من أين جاء الخفاء؟ في دلالة السارق على النباش على الطرار، عندما ففي دلالة على غيره، رأينا في الدلالة صار عندنا ما، فاحتاج منا إلى التأمل، وبعد أن تأملنا أخرجنا النباش وأدخلنا مين؟ أدخلنا الطرار. انتبهنا لهذا؟ انتبه. فالخفاء جاء من الغير، وبالتالي دخل أو لم يدخل. هاي أمامكم مشايخنا اسم لكلام استتر معناه اللي هو الخفاء، بسبب عارض نشأ من غير الصيغة.
أو هو كلام خفي المراد بسبب عارض، يعني أن صيغة الكلام ظاهرة بالنظر إلى موضوعها، السارق كسارق ظاهر لكن خفي بالنسبة إلى المحل، المحل صرنا إيش اللي هي إيش النباش والطرار بسبب عارض في ذلك إيش المحل. الآن هاي اقرأ واللفظ واضح هذا. وعلامة كون الخفي يحتاج إلى الطلب، يعني شو معنى الطلب كمصطلح؟ التأمل، التفكر شوية. حكمه النظر فيما خفي لإظهار خفاء، بدنا نتفكر ونشوفه نرى هل يدخل أو لا إيش، لا يدخل فيتفكر في الخفاء. هي تفكرنا وهي أعطينا المثال وهيك خلصنا، خلصنا الخفي. ماشي. مش حاسه كثير دقيق بسبب هو عن اعين الناس عم بنبش القبر، يعني مش قدام الناس بنبش القبر ولازم الميت يشوفه. طب انا اذا واحد بيسرق بيتي وبده يشوفني مخوفا عني بيسرق البيت، عادة بكون هذا عن صاحب المال. عن صاحب المال عادة، عن المالك، عن الكذا، عن المسؤول وليس مطلقا، يعني عرفته. وجيد. واثنين سيدة عادة المقابر تكون يعني هيك بعيدة، ممكن يكون ليلا يعني عرفته، فما عاد يعني فما عاد في يعني هو بيكون ماخذ راحته يعني اكثر، مش زي واحد يدخل للبيت وكذا، فصار معنى الاستصرار من الاخرين ضعيف قليل، ليس بالصورة الموجودة في السرقة. ايش اختي؟ دكتور تعريف السرقة هي اخذ مال البيت خفية، لا خفية، نحن بحثنا على خفية هنا لا بس بس هنا بس هو مال، مال يعني يعني انا اذا اسف كفني كان من مالي، ويعني هاي بضربوها مثال دائما لو في عدم جواز دفع الزكاة، نحن الزكاة لابد دفعها لفقير بتعرفه. طب انا رحت تبرعت بكفن لواحد من مالي، ما بنفع يكون زكاة. ليش؟ لأنه لا يملك بعد موته، لا يملك. ركزي، بيعطوا مثال، طب لو جاءت السباع وأكلته وألقت الكفن لمين بيرجع؟ بيرجع للمتبرع ولا يذهب للورثة لأنه لم يملك. فهمتيها؟ فهو العلة حقيقة الخفاء. العلة إيش هي؟ الخفاء. مشايخنا المشكلة الآن إيش شيخ محمد؟ بس هو الان انتوا الان بداتوا تلتفتوا للمعاني الاخرى في السرقه، انا ما عندي مال، بس الان وارد شيخي انه الكفن غالي وثمنه نتعرف احنا 10 دراهم صح؟ وارد صح؟ بس نفس الشيء لا تعد سرقه، لا تعد سرقه، بس احنا لاحظتوا بس نقول سرقه ومش سرقه مش معناها حلال وحرام، معناها حد او ليس بحد فقط، بحثنا في الحد يعني شويه. طيب مشيخنا في واحد اخر اسمه مشكل غير الاول هو الخفاء. الان الخفي المشكل هذا ايش قصته؟ هذا اذا احببته نستحضره هو ارجعوا معاي للتفكير المشترك، فيه عدة معاني بس هناك كنا نبحث فيه في الوضع، هنا ايش يقول عدة معاني نبحث فيه من جهة دلالته، وبدنا نتأمل ونرجح واحد ايش واحد من الفاظه. فهمتموها؟ طيب فعندنا شيء له عدة معاني، فالخفاء لم يأتي من الخارج، الخفاء جاء من إيش؟ من داخله. ولاحظوا صار بده مش مرحلة واحدة، صار بده مرحلتين. ابتداء طلب، طلب معناه نتأمل، بس تأملنا وجدنا له معنى كذا ومعنى كذا ومعنى كذا. ثم بعد الطلب، طبعا هو سماها المرحلة الأخرى الثانية بس احنا سمينا الطلب الأول تأمل. الآن كمرحلة سماها التأمل، بس التأمل الآن صار كمصطلح معناه ايش؟ الآن البحث، بحيث اني بعد ما طلبته وجدت له 4 معاني 5 معاني بدي اجتهد وارجح
أحد هذه إيش المعاني. فصار فيه مش مرحلة واحدة، يقولون مرحلتين، مرحلتين. ابتداء النظر ومعرفة أنه له عدة معاني، ثم الترجيح بين هذه إيش المعاني. آسف، نرجع مرة ثانية. في الخفي قلنا الطلب، بس فسرنا الطلب التأمل معناها النظر، النظر في الزيادة والنقصان. هنا صار التأمل مرحلة إيش ثانية، وهي الترجيح بين المعاني التي طلبتها عندما تفكرت وتأملت فيه. فهذا المشترك الذي له عدة معنى، هل نأخذ هذا المعنى أو هذا المعنى أو هذا المعنى؟ ماذا نفعل؟ أي معنى نأخذ؟ نحتاج أن نجتهد بينها. ابتداء قال أخوتي نريد أن نحدد كم معنى له. له معنيان، له ثلاث معنى، هاي سمعناها إيش؟ الطلب. حددنا المعاني التي له، ثم الترجيح ما بينها سميناها إيش؟ التأمل. مش مشكلة. طيب، هاي أمامكم مشايخنا مثال في ذلك. كلمة أن، فأتوا حرثكم أن شئتم، فأتوا حرثكم أن شئتم. الآن كلمة أن ما معناها؟ بدنا نعمل طلب، بس عملنا طلب الآن لاحظتوا أن لك هذا، إيش معناها؟ أين لك؟ فصارت معناها إيش؟ أين؟ أنى يكون لي غلام، بمعنى إيش؟ كيف يكون لي غلام؟ فوجدناها في الاستخدام القرآني، مرة تأتي بمعنى أين؟ ومرة تأتي بمعنى كيف؟ فمرة تأتي عن مكان، ومرة تأتي عن وصف. طيب، هاي طلبنا، خلصنا الطلب، وجدنا لها ايش معنيان، كيفية ووصف. طيب الآن نريد أن نتأمل، بمعنى نريد أن نرجح بين هذه المعاني. إذا قلنا كيف، معناها يجوز الجماع مع المرأة في القبل؟ إذا قلنا كيف، كيف على الحالة، كيفية. إذا قلنا أين، أسف اختار، إذا قلنا أين معناها يجوز الجماع في القبل والدبر، صارت المكان. وإذا قلنا كيف، لا، يصبح إيش على أي هيئة، والموضوع نوصف وليس موضوع إيش مكان. فانظر، عندما تأملنا وجدنا في الآية فأتوا حرثكم، والحرث موضع الزرع، وبالتالي حصول الحمل، والحمل يكون وين؟ في القبل. فرجح أي وصف اللي هو كيف، وترك ترجيح إيش أين. طبعا هذا نقاش كل لغوي مع القرآن، بغض النظر عن كثرة الأحاديث الواردة في المنع من الجماع إيش في الدبر. هاي أيضا ماذا تفعل؟ تؤيد. بس هنا نعطي مثال كيف أن الفقهاء يجتهدون ويتأملون في المعاني حتى نعمل بمعنى ونترك معنى إيش آخر. يعني الموضوع ليس سهلا، وله مصطلح، هذا اسمه مشكل، وهو اسم لكامل عام يحتمل المعاني المتعددة، صار مشترك، ويكون المراد إيش واحد. بدنا من بين معاني نأخذ واحد، نجمع المعاني ثم اعتقاد حقيته وحكمه المراد، إلى أن يتبين بالطلب تحديد المعاني والتأمل إيش معناها، وهو ترجيح واحد منها. انتهينا مشايخنا؟ هذا صار خفاء في ذاته، مش خفاء إيش خارجي. المجمل الآن لاحظوا، صار عندنا فيه ثلاث مراحل. المجمل نفس الشيء مشترك من جهة، شيء له معاني إيش عديدة. طيب، فبدنا حتى نصل لحل مع المشترك بدنا ثلاث مراحل. أول شيء نطلب، ما معنى نطلب؟ نبحث عن المعاني الموجودة فيه، بعدها نتأمل، نحاول أن نرجح بين هذه المعاني، فشلنا في الترجيح، نذهب
إلى المرحلة الثالثة وهي أن نستفسر من من الشارع من الذي أخبرنا بهذا النص، نقول أنت ماذا تريد. طبعا هذا ممكن يكون حتى مع البشر، أنا ما عرفت شو المقصود، أملت في كلامك بس ما عرفت شو المقصود، فأرجع وأستفسر إيش منك. إذن له عدة معاني، حاولنا أن نرجح بينها لم نستطيع، نرجع إلى صاحب الكلام في الكتاب والسنة، نرجع للشارع الحكيم ونسأل ماذا تريد. فالمجمل إيش الإشكالية فيه؟ أنه لا يعرف المراد منه إلا من مين؟ إلا من الشارع، إلا من الشارع. في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في ماء البحر، هو الطهور ماؤه، الحل إيش؟ ميتته. هذا نحن اعتبرنا الحل ميتته، فأي ميتة في البحر حلال، أي نوع أي صورة. سيوجد عندنا صور متعددة إيش جدا. هل كل ما في البحر حلال على الإطلاق؟ وعلى أي هيئة ماتت حلال؟ يعني أمر يخفى علينا ويعني يحتاج إلى بيان. ذهبنا إلى الشارع إيش الحكيم نبحث عن مراده في ذلك، فأخبرنا أنه أحل لكم ميتتان ودمان، السمك والجراد. فجعلنا هذا الحديث، تفضل شيخي، جعلنا هذا الحديث مفسر، دير بالك الأسلاك، جعلنا هذا الحديث مفسر لإيش مشايخنا؟ أو مبين للإجمال الموجود وين؟ في الحديث الآخر. وبالتالي نجد الحنفية في موضوع الأكل من البحر بناء على قواعدهم من أصعب المذاهب، تجددوا فقط عندهم شيخ أيمن بس إيش؟ السمك يجوز، لأنه قاعدتهم هذا مجمل، والمجمل بده بيان الشارع، والشارع قال السمك، فبالتالي فقط يفتون بجواز أكل السمك مما في البحر. الأشياء الأخرى إذا نريد أن نفتي بجواز أكلها نفتي بها على المذهب الآخر وليس على مذهبنا. فهمناها؟ ليش؟ لأنه مجمل، والمجمل بين من الشارع. هنا مسألة زائدة، أحيانا الإجمال يكون في القرآن، ويكون التفسير بحديث آحد، مثلا برؤوسكم، جعلوا الباء مجملة. طبعا نحن نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على ناصيته، الحديث مشهور، لو سلمنا وقلنا هذا حديث آحد، هل يجوز بيان المجمل القطعي بظني؟ نعم. والحكم قالوا للمبين لا للمبين، يعني العبرة في الشيء الذي بيناه، يعني ولو كان الحديث آحاد الذي أزلنا فيه الإجمال، ولو كان حديث آحاد الذي أزلنا فيه الإجمال، ما الحكم الآن؟ فالعبرة بالآية بالشيء القطعي، وبالتالي يبقى الحكم قطعيا ولا يكون إيش ظنيا. فهنا إذن العبرة بالمبين، احفظوها، لا بإيش بالمبين. هاي أمامكم هنا مثال المجمل، ما خفي المراد منه خفاء لا يدرك إلا ببيان من المجمل. المجمل من هو؟ الشارع الحكيم. أو هو كلام اشتبه المراد منه ليتزاحم المعاني فيه من غير رجحان لأحدها إلا ببيان الشارع الحكيم. طلب، تأمل، استفسار، انتهينا. التوقف إلى أن يتبين مراده من مين؟ من المجمل. ما استطعنا سواء. هكذا نكون انتهينا من مين؟ من المجمل. وفي عندنا المجمل من هو؟ الشارع الحكيم. الآن مشايخنا المتشابه، المتشابه يمكن نروح على العقيدة شوية فيه.
يعني المتشابه لاحظ هو مشترك على 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 ما قلنا في الوضع فيه معاني. رحنا نعمل العمليات كلها، عملنا طلب، حصرنا المعاني. الآن تأملنا عشان نرجح بينها ما زبطت، رحنا على الشارع الحكيم عشان يبين لنا إياه ما بين لنا إياه. فإيش آمنا به على حاله، فقلنا هذا إيش متشابه. فبالتالي هناك كلام في الآيات قالوا هو ابتلاء من الله للعلماء للناس، لأنه العالم يعني عنده يعني هي من جهة إيجابية بس من جهة سلبية، إنه كيف الإنسان الذي يحب الطعام كل ما رأى طعاما يريد أن يأكل منه، يعني شهوة عنده، شهوة الطعام، هو عنده شهوة علم، فكل شيء يريد أن يعرفه، فالله ابتلى في شيء لا تعرفه. فهمناها. والراسخون يقولون إيش آمنا خلص ما. وهون اختلف هل واو استئنافية أو غير استئنافية، ليس بحثنا. الشاهد في الموضوع أنه نجد من جهة ممكن بعض الآيات بعض العلماء اعتبروها من المتشابه وبالتالي توقفوا فيها، وهذا موجود كقواعد في الأصول أو لا يوجد، بس نجد علماء آخرين هذا الشيء فسروه وتكلموا فيه. نعم انتبهنا للفكرة يعني بهذا المعنى، فلا يوجد إشكالية. فمن جهة بس نقول متشابه، متشابه بس نقول متشابه معناه شيء لا يرجى معناه. الآن الحروف المقطعة في بداية الصور قالوا وصلوا إلى أكثر من 40 قول ما المقصود فيها الحروف المقطعة، لكن الظاهر منها أنها الله استأثر إيش، شو ألف لام ميم كافة يا عين صاد، إيش هذا كافة يعني فيها معنى إعجازي كما يقول يمكن سيد قطب، كيف أننا يعني هذه الحروف التي أنتم تستخدمونها أنا أخرجت منها قرآن، تفضلوا هل تستطيعون أن تأتوا بمثله مثلا، فصارت وجوه إعجازية يعني. ففي النتيجة ما معناها استأثر. الآن آيات الصفات أيضا فيما يتعلق في بعض الآيات في تأويل، هذا وجه. وإذا قلنا هي من المتشابه عندما نقول نحن عندنا الأشاعر المتردي اللي هم يعني الأشاعر يعني قبل كذا يوم شخص بيحكي لي يعني أنت فجأت أن الأشاعر المتردية يقول 95%، قلت لا إذا أنت غلطان مين جاك 95%؟ 99,999. قلت له من كل مليون تخرج أشخاص معدودين فقط، كل أمة يعني على هذا المنهج هذا الآن واقعيا هذا النهج، بس كم من شخص يعني ضربوا بعقولهم فبالتالي إيش صار عندهم رأي آخر. فالأمة الآن مع هذه الآيات يعني على الحقيقة لا أحد يحملها إلا واحد مضروب بعقله، يعني كيف تحمل اليد على الحقيقة؟ هذا لا يمكن، صح؟ لا يمكن، لأنه أصبحت جارحة وكذا. فما أحد يعني ما أحد يعني عاقل يعني علميا ممكن أن يقول هذا إلا إذا فقد عقله علميا في خلل يعني عنده في رأسه يعني في الترتيب العلمي، لأن كيف تحمل اليد على مين؟ على الحقيقة. فبالتالي احنا عندما نأتي يد الله فوق أيديهم أو استوى على العرش، الآن في منحة اللي هو أحد منحيين عند أهل السنة بيسمونه ذكروني التأويل، والثاني إيش هو؟ التفويض. التفويض هو الذي قال بالتفويض يعني متشابه اعتبرها، فهمناها؟ التفويض يعني عندما أقرأ، وهي نقلت عن كثير من علمائنا السابقين قالوا قراءتها تفسيرها، ما بدنا نخوض فيها يا عمي. الله أعلم بمعناه، أنا خلص أتلوها وأؤمن بها، لكن ما هو المقصود؟ وهنا مسألة مهمة مشايخنا، أفوض المعنى ابتداء، الله أدرى بالمعنى الذي يريده منها، فوضت معناها إلى الله عز وجل.
انتبهنا؟ فصار عندنا يد الله فوق أيديهم. ما المقصود؟ ابتداء نقول قراءتها تفسير، فوضنا. والسلف الأوائل الصحابة حملوا سكوتهم على أنهم إيش؟ مفوضة. لذلك قالوا مذهب السلف ما هو؟ التفويض، لا حاجة للخوض. إيش؟ لا حاجة للخوض فيه. هذا هو المتشابه. الآن فوضنا، خلص سكتنا عن المعنى المقصود فيها، جيد، بس فوضنا. لا تنسوا إيش حكينا؟ المعنى نحن لا نعلم ماذا يريد الله بها، خلص نتلوها وانتهينا. المذهب الآخر الآن اللي سميناه لا بين. طبعا إذا أردنا أن نبين سيكون مشايخنا الآن هنا سكتنا، ما لا نعلم، لا أعلم، هنا أعلم. لو أردنا نعمل قسمة لا أعلم، هنا إيش صار عندي قسمة؟ أعلم. عندما نقول أعلم سيكون تحتها، طب هاي لغة، إما بدك تحملها تقول إيش؟ حقيقة، وبالحقيقة بالإجماع لا تحمل عليه. وعندنا الناحية الأخرى إيش هي؟ مجاز. وشو المجاز؟ التأويل. عرفتوا ليش كيف كل المسلمين على هذه العقيدة؟ لأن أنت بين تفويض وما بين إيش؟ ما في حل ثالث. مين نفسه راح يرجع له هذول نفسه. أنت راح ترجع لها. الإثبات مع التنزيه رجعهم للتفويض، بس يعني بتعبير آخر، بس إثبات مع التنزيه. الكل الكل. فأنا بس بقصد ما في، أنت على حظهم بس واحد يقول لك له يد يعني ويتكلم في إيش هذا؟ لأنه أنت يعني كقسمة إما أعلم أو لا أعلم. لا أعلم هذا سموه إيش؟ تفويض. أعلم يا حقيقة يا إيش؟ مجاز. على القسمين نحن نأخذ، بصير التأويل عندنا في مذهبنا، وبصير إيش؟ التفويض. هذا يصح وهذا يصح. هكذا الأشاعرة والماتريدية، يعني يجوز أن تفوض ويجوز إيش؟ أن تؤول. هذا مسألة يعني زي السلام عليكم عندهم، عرفتم؟ بس في هذا الزمان يعني طلعتها. يعني الأمر سهل، بق الحقيقة. عندما تقول له الحقيقة يقول لك اتفضل يد. أي يد؟ لن يستطيع أن يصل للنتيجة، ما في، لأنه عندما تقول حقيقة كارثة أصبح التجسيم، يعني ما في احتمال. انتبهنا يا مشايخنا؟ لذلك قلت كل المسلمين على هذا، كل المسلمين. والشيء الآخر الذي دائما عقيدة صحيحة أنا فيها مشكلة تطاخش مش صحيحة. المهم هذا الموضوع وين صار مشايخنا؟ هذا الموضوع وين صار؟ صار هذا الموضوع في المتشابه. صار هذا الموضوع ايش؟ في المتشابه. من هنا جاءت مشايخنا، بس هذا التنبيه طبعا هذا في العقيده بتاخذه، بس مجرد تذكير يعني. بس جاء هذا التقسيم، طبعا هذا التقسيم تعرف التقسيم الثلاثي هذا عند النصارى كان. هذا دخل المسلمين. الثالوث عندما قالوا توحيد صفات وتوحيد ربوبيه والوهيه واسماء وصفات. بناء على هذا طلع هذا الفكر المنحرف وقال، وكثير هذول كبارهم يعني يقولون ايش؟ الأشاعرة ليسوا من أهل السنة. بناء على ماذا؟ انهم لا يوحدون بالأسماء والصفات. فهمناها؟ هذا التقسيم، بناء على هذا التقسيم. طبعا التقسيم نفسه يعني علميا ايش؟ ليس بصحيح، خطأ، وليس له أساس علمي في كتب العقائد المعروفة المشهورة يعني أبدا. يعني تقسيم، وبعض الدراسات تثبت أنه هذا التقسيم هو من أوسع الأبواب في تكفير المسلمين. يعني جماعات التكفيرية اللي بتقتل وبتنحر تعتمد عليه، لأنه بتجي لفلان هذا ما عنده ربوبية اقتله، هذا ما عنده ألوهية اقتله، هذا ما عنده أسماء وصفات اقتله. بناء على هذا التقسيم أصلا كله إيش؟ خطأ علميا. فهو يعني بيعتبروه قاعدة أساسية في تكفير المسلمين، كم هو خطير يعني. فبناء عليه طلعوا مين؟ الأشاعرة. وصارت هذه الحرب الضروس هذه الأيام جدا. الآن مثلا تقول أنا حنفي شافعي بمشوها بشدوش كثير فيها، بس تقول أنا في العقائد أشعري أو ما تريد لا بشدو كثير، لأنه في 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 المنهجي وفي التدريس، حتى في سمعت في مناهج السعودية يعني مكتوب يعني انه الاشاعره كفار.
مكتوب او ضلال، يعني ليس منها منصوص عليها في نفس منهج المدارس موجوده هاي. من وين جاء هذا التقسيم الخاطئ وفرق المسلمين ودم وسبب هذه الاشكاليه؟ من وين جاء؟ من هذا التقسيم الثلاثي. عندما فعلوا هذا التقسيم الثلاثي صار ما عنده قابليه انه يقبل مين؟ الاشاعره، مع انه الاشاعره او هم التفويض والتاويل كل المسلمين عليه، حتى الشخص هذا نفسه اللي بيقول لا اظل انا اعوذ بالله هذا اشعري، بس تحكي معاه شويه. كانت في وحده ايش اخذت معي دوره احا ماجستير كانه كمان. فالمهم ايام دوره الاوقاف في الفقه رو سلكت، يعني كانت توقعها، بس قالت انا يعني في العقيده لا يمكن هذا هذه عقيده اشعريه لا يمكن، بس تيجي ربنا بفرجها. بس وصلنا عند العقيده، بس قالها شو معنى يد الله فوق؟ قالت معنى هالقوه. قلت له بتروح على بنت اشعريه يطلع قبلها بيجي باربع محاضرات، كل ما ينفتح الموضوع بتتكلم بشده. بس نجي الواقع الكل بيعمل هذا الشيء، بس هو مسكينة معبأ، فاهمين انتو؟ بس معبأ، بس يعني يتكلم ما لا يدري بما يتكلم، وبتكلم عن ضد بس هو لا. الله المستعان. هاي بس هيك دعاية عشان زهقتوا، ما لهاش دخل مادتنا. هذا كله في المتشابه. خلصنا المتشابه. ايش شيخ ما تسألنيش عن العقيدة، بعرفش العقيدة. يعني الان يعني بدل من الردود، بس انا استاذ مش عميد ولا بدل من الردود اللي يعني نشوفها ما بين الطرفين. هل في محاولات يعني لتوضيح هذه الحقائق يعني بلين، وان كانوا اشداء يعني ولا لا، لكن هل في محاولات يعني لتبيان الحقبلتي انهم مثلا رجعوا للصور؟ انا حقيقه انا لما دخلت سجل انا كنت على هذا يوم نشأت بيناتي. إلا أنه لما يعني تضح لي مفهوم التفويض بشكله اللائق حقيقة يعني، ولطف الدكتور أيضا في العرض يعني كان شديد، ممكن ما أقبل. إلا أنه لما كان يعني عرض الأمور بهدوء وجدت حالي فعلا مثل ما أنت بتحكي، لما حكيت لها أنت إشعارية أنا وجدت حالي على فعلا على هذا لا تشعر انت مش عارف. فانا احكيه بانه يعني كثير من اللي نشأوا على هذا الفكر هو الشيخ يعني قصده يعني فعليا عامه الناس بيحكوا وكذا، وهذا اللي وجدناه نحن في دورات الاوقاف عند مدربنا، وجدنا الكل يتكلم يعني بالعكس، بس فعليا عندما يعني يفهم الصوره لا تجد احد يعني بالخطا واحد، يعني احنا نسميها من جماعه عنزي ولو طارت، يعني هذا هو اصلا ما في ارسال ولا استقبال، ايش ما تحكي معاه يعني بيرسلش المستقبل، شو هو يعني مدفوع 10 لارات، يعني موضوع مش علمي، موضوع في ال10 لارات بياخذهم يعني الجهه معينه يعني، والا ابدا يعني المساله انت بس يعني انت بس عمال تحارب مين يا ابن الحلال؟ هذا كل احتمالات وكذا وكذا يعني وما فيها شيء، فبتجد ابدا يعني بالتجربه بس ينطرح، بس في بس مجموعه قليله اقل من يعني 3% 2% من هاي الفئه، يعني هذا خلص هو يعني اما شخص غبي جدا 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 يعني او هو دفع يعني اخذ بس، ولا الباقي يعني احنا بالتجربه اقول لك ابدا، لان انا كيف اقبل في حق الله عز وجل اسف يعني. تعرف في واحد اسمه انت راح تضيع الاصول نهايه الفصل، مش راح نختم عندك 3 محاضرات اضافيه. في واحد تويجر اسمه مؤلف كتاب عقيدة أهل الإيمان في خلق آدم على صورة الرحمن، ومطبوع ومقدم له ابن باز ومطبوع، يعني بس ترتب على الجوجل عقيدة أهل الإيمان بيطلع لك الكتاب، ويمكن 500 صفحة وأكثر، ضخم يعني. في آخره حتى يثبت ذكر على ما اذكر انا هذا زمان الكلام كثير جدا متذكر، جعل فيه فصول في عرض انه يعني نحن نعتقده حتى اليهود والنصارى بيعتقدوه، فجاب فصول من كتبهم، وايضا استدل بالغنم انه الغنم بعد ما تشتري ترفع راسها لسه ولاحظ يعني لاي حد وصله الان صدقا يعني بالتجربه رأيناها، الذي امامك هو يقول يعني تعطيل، يقول شو معنى التعطيل؟ شو معنى؟ هو لا يعرف مسكين، بس حافظك لشيء وفقط ايش؟
يبدع ويضلل وكفر. طب شو معناه يا ابن الحلال؟ كيف بيعطله؟ والله احنا مش فاهم شو معنى بيعطل. بيقول لك جهمية. طب شو معنى الجهمية؟ انا مش فاهم شو معناها. ما بيقدرش ولا اشي، بس هو حفظ له كل شيء وبيعرف. وفلان حكى كذا، حتى هذول ليسوا من الأشياء، ليسوا من أهل السنة، وبعيد بس كين، بس يعني راديو لا يعي. لذلك عامة اللي بتكلم في هذا شبه لا يفهمون ولا شيء نهائيا، لا يعرفون ما يقولون. عندما يقول لك مثال يعني، بس يقول لك مكان، يعني هم أجا لزق بحديث الجارية، مثال لزق على الآخر بحديث الجارية. طيب ابن الحلال، حديث الجارية حديث أحد ما نثبت فيه عقيدة، وفي روايات أخرى أتشهدين أن لا إله إلا الله. نترك رواية أين، وأين في اللغة تستخدم أين بمعنى إيش؟ المكان إلى المكان، يعني اللفظ أين يستخدم مكان إلى مكان، وفي روايات أخرى بتدل على غير ذلك. والنتيجة بقوا الآن خفت، بقوا سنوات عديدة كل ما تسلم على واحد كيف حال بيقول لك أين الله، يعني صار كل المسلمين جواري. طب النبي مرة واحدة ابن حلال سأل جارية، مش كل شخص لا قائم لها، كل المسلمين صار أين الله. طيب خلنا نمشي معك، وين ابن الحلال؟ في السماء. يا طيب في السماء. طيب يا ابن الحلال بس تقول في السماء يعني المكان. طيب المكان مش مخلوق، مو في الكون ما بنفع إلا خالق واحد صح؟ المكان مش مخلوق. طيب كيف إذا هو في المكان؟ يعني الله خلق المكان ودخل في المكان، يعني بس تفكر شوية بتطلع يعني حلول يا ابن الحلال، كفر بالله عز وجل. طب لا لا لا، هو ما خلقه المكان من أول. طب مو المكان قديم بقدم الله؟ كفر. فهمتها؟ يعني إيش ما تقلبها. راح أكبرهم عقلا قال هو في مكان بس هذا المكان عدمي، فهمينها؟ وعملوا هيك برسموا دوائر، الدائرة الأولى الدائرة الثانية، بعدين برسموا دائرة المكان العدمي. طب انت قلت مكان وعدم معناها عدم وجود شيء، فكيف مكان وعدم؟ فهمينها؟ فصار كلام يعني ابدا لا يمكن في اذهان العقلاء. انت لاحظت شو صار الامر وصل لاي حد؟ ولذلك بس اجوا في العقيدة الطحاوية، بقول احنا عقيدة طحوية لانهم هم يعني في النتيجة صناعة الاستعمار يعني بريطانيا، وراح انتسبوا الاربعة خمسة في السلف عشان يروجوا هالعقائد الفاسد وهالفكرة. مين اقدم واحد في العقائد؟ الطحاوي. طب الطحاوي حنفي ممتاز، واول ما بلش الشيخ ايمن شو حكى في بداية العقيدة؟ هذا اعتقاد أمتنا الثلاث، ابي حنيفة النعمان وابي يوسف القاضي محمد حسن الشيباني. في اول ما بلش قال هذا الكلام، يعني هاي عقيدة ابو حنيفة ابو يوسف. طب عقائد الحنفية فيما بعد قررت ونقحت صارت تسمى الماتريدية. يعني عقيدة ابو حنيفة نقحها مين؟ رتبها نظمها ابو منصور وسمى صارت الماتريدية. والطحاوي بيحكي اول ما بلش اول سطر هذا اعتقاد أمتنا الثلاثة، ابي حنيفة النعمان ويوسف القاضي. طيب هو الرحمن الرحيم القادر، طبعا حداش بيختلف فيها. اجينا عند المفاصل، ولا تحيطه الجهات ايش الست، هذا بقول الطحاوي صاحب العقيد الطحاوي، ولا تحيطه الجهات الست، علق عليها فلان وفلان كل معاصر هذولا منهم. عندما يأتي له بقول لك أخطأ المصنف ها هنا. طب يا ابن الحلال هو هكذا والله. طب يا الحلال طالما الطحاوي هاي مش مسألة يعني فرعية جدا، هاي مسألة أساسية في العقائد، إذا إنسان أخطأ من هذا ضال مضل يعني بفهمش في العلم. طب أنا ليش بنقول عقيدتنا الطحاوية وطلع المسألة الأولى والأساس في العقائد بفهمش في هذا الشخص اللي كانت في العقيدة، فهمها؟ أخطأ طالما خطأ. طب ليش بتقول إحنا على الطحاوية أخطأ المصنف؟ هو بقول لا تحويه الجهات الست، الجهات الست يعني مكان، لأن فوق جنب يمين يسار مكان. لا أخطأ المصنف هنا، فلاحظت وصلنا لدائرة فارغة جدا ما إلها معنى، ما في أي شيء، بس المحتوى فيها هو إيش سيدي؟ تكفير وتضليل وإرباك المسلمين وإشغالهم، وإلا فعليا كترتيب أو منهجية علما. فأنت بس تقول بدنا طرف آخر، هو طرف آخر ما فعليا عندما يقول تذهب إلى المعتزلة تذهب إلى الفرق الأخرى تجد عندها بنيان علمي واحتمالات يعني عقلية ممكن تؤخذ بها يعني علمية. بس تأتي هؤلاء في التاريخ يسموا الحشوية،
كما ذكر الزبيدي في بداية كتابه شرح إحياء علوم الدين، قال ما ارتفعوا إلا بمال أو سلطان، يعني لأنه أصلا ما في أي علمية أو قواعد، بيجي سلطان بيحتموا فيه من خلال هذا السلطان إيش ينشروا هذا الفساد، وإلا كترتيب علمي إيش ما في أي أساس. لاحظت؟ على كل هذا، كل المبحث هذا نحن الآن نعده من المتشابه، المتشابه موجود في أصول الفقه، وبالتالي طالما أن الشغل متشابه فأنا فوضت لأنه متشابه فيها إشي، ولو أولت اللغة تحتمل ذلك، والقصة هيك سهلة ولطيفة وجميلة بدون أني لحظة هاي الأم بدون أني أشغل المسلمين وأضلل المسلمين. إيش يا أخي؟ خلاص؟ طيب انا لا مدرسهاش، بحبش ادرس العقيده، بدرس فكره. حتى الدكتور كانه دعم هذا الفكر من الارض المصطفى، بس هي سهل عقيده بساعتين بتخلص يعني، فهمتيها؟ فيش فيها شيء، مش زي الفقه يعني. صار دعم لفكره ان الارض مسطحه ليست كرويه. هاي هي هذه هم اللي مشوا، ولحد الان بعض بناقش في هذا الشيء، لانه هم لانه قال الله فوق، طب هي كرويه صار تحت. خربت العقيدة بأول صورة أقمار صناعية. بدك واحد شو؟ يعني فجاء الأرض مسطحة بس مش عارفين، بس واحد يصل آخرها بوجع ولا بوجعش. لحد يعني صارت غريب يعني، أشياء مش يعني في غاية الغرابة يعني، شو تجلس هذا الموجود. خلينا نرجع للأصول مشايخنا الآن، موضوع وجوه الاستعمال، وجوه الاستعمال الحقيقة والمجاز، وحكينا الصريح والكناية. الحقيقة مشايخنا كلكم تعال، هاي طاولة، هذا المشخص اسمه طاولة، واستخدمناه فيما وضع له، فيها اشي يعني وافق استعمالنا الوضع، ها اسم للفظ اريد معنى وضع له. الوضع هذا كما تعرفون مشايخنا ممكن يكون وضع لغوي، ممكن يكون وضع اصطلاحي. الصلاة صارت على أفعال مخصوصة إيش اصطلاحا، صح مشايخنا؟ بس وضع لغوي أو وضع عرفي، ممكن عرف، ممكن في أصل اللغة، ممكن في العرف طبعا بنقسم يعني، ممكن عرف علمي يعني اصطلاحي وكذا وكذا. فالمهم استخدامها فيما وضعت له. المجاز لا، استخدمناها في غير ما وضع له، بس لكن بينهما معنى مشترك اللي درستوه في البيان في المدارس وغيره، هو نفسه ما في إشي آخر الآن. بس قلنا وقتها أنه كله فقط نحن كأصول فقه بنقول أنه مجاز، ما بنقول استعارة، ما بنقول، كله بنستخدم إيش كلمة إيش مجاز. الآن في أن أحكام للمجاز مشايخنا، نحن بنقول استحالة اجتماع الحقيقة والمجاز بلفظ واحد في وقت واحد. جاء الأسد، يا إما الولد القوي الشجاع أو إيش الأسد، والآن نحملها على الولد لأنه قال جاء حملناها. لا تقتل أسد بنفعش، يعني أنا أقصد لا تقتل الشخص القوي والحيوان، لا الشخص. أنا عندما تكلمت مشايخنا أردت أن أوصل لك معنى معين، وبالتالي هذا مراد المتكلم، فعلينا أن نحمله إما على الحقيقة، فإن تعذرت حملناه على مين؟ على المجاز. هي معناها حتى يصبح الكلام مفيد ونافع، نريد له معنى معين. الآن في عندنا نقطة ثانية، إذا أمكن حمل اللفظ على الحقيقة هل نذهب إلى المجاز؟ لا، لأن المجاز خلف. في ظهرت عندنا مسألة في مادة القضاء والسير، تأخذ في الأيمان أمثل عليها. إيش هذه المسألة مشايخنا؟ إنه أيهما أولى، الحقيقة المستعملة ولا المجاز المتعارف؟ هاي خلاف. الحقيقة المستعملة ولا المجاز إيش المتعارف؟ المجاز عند أبي حنيفة يقول الأصل هو الحقيقة، فطالما الحقيقة ولو تستعمل قليلا نحمل عليها. عند الصاحبين قالوا إذا كان فيها مجاز متعارف نقدمه على مين؟ على إيش؟ على الحقيقة المستعملة. الآن أمامكم قال والله لا آكل إيش حنطة، حنطة هي أمامكم مثال، حنطة هذه أنا حلفت والله لا آكل حنطة.
أبو حنيفة قال الحنطة يمكن تقضم، عارفين تقضم؟ تقضم، بس قليل من الناس بمسك الحنطة وإيش؟ وبقضمها، بس موجودة كحقيقة. وبالتالي عندما أقول والله لا آكل حنطة، ومثلا رحت قضمت الحنطة، قضمت عند الصاحبين لا أحنث، لأنه حملت على المجاز الخبز، فاهمينها؟ لأنه أصبحت تستخدم خلص، الحنطة يطلق بها الطعام والخبز، الخبز يعني وكذا وكذا، اللي هو إيش حكينا عنه؟ المجاز المتعارف. فلو قضمت الحنطة عند الصاحبين لا أحنث، عند أبي حنيفة إيش؟ أحنث. بالعكس لو رحت والله لا أكل حنطة وأكلت خبز عند الصاحبين أحنث، عند أبي حنيفة لا أحنث، فهمناها؟ فهل تحمل على الحقيقة المستعملة أو المجاز المتعارف؟ مسألة خلافية بين أبي حنيفة وصاحبيه. ممكن نجد كعمل الأولى لنا أن نأخذ مين؟ بقول مين؟ أبي حنيفة. ليش؟ ليش؟ لأنه في النتيجة العرف، صح؟ والأيمان مبناها على مين؟ على العرف، وصارت حقيقة موجودة فيها. بس قول أبي حنيفة مش 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 ضعيف، يعني موجود، صح؟ فلذلك تذكر المسألة خلافية، بس على قضية الحقيقة والمجاز. طيب الحقيقة الآن تترك في حالات، بدنا نأخذ أمثلة عليها. الحقيقة تترك في حالات، إذا أخذنا الحكم الاستحاله اجتماع الحقيقة والمجاز، لأنه هذا يجعل لو جمعنا بينهما المتكلم لم يعد معروف ماذا يريد من معنى، صح؟ فنريد معنى. ثم قضية الأصل أن نعمل بالحقيقة، يعني أخذنا الحالات التي تترك فيها الحقيقة كثيرة. أول حالة إن كانت الحقيقة متعذرة، يعني متى أنا بدي أترك الحقيقة وأروح على المجاز؟ عرفنا؟ إذا كان إذا قلت مشايخنا والله لا آكل من هذه الشجرة، الشجرة الحقيقة فيها إن أذهب أكل الغصن، أذهب أكل الورق، صح؟ أذهب لأنه الشجرة، قلت الشجرة صح؟ النخلة، صحيح؟ نخلة. بس هاي ويمكن أن أذهب للورق وآكل، ممكن ولا غير ممكن؟ ممكن، يعني ممكن أمسك خشب وآكل، يعني ممكن أن أفعل هذا الشيء، بس هذا الأمر متعذر، فيه مشقة، فأصبح المقصود ساعدوني الثمر. فلو ذهبت وأكلت من الورق لا تحنث، معنى الحقيقة تقول ذلك. فانتقلنا إلى المجاز، ساعدوني لتعذر، لتعذر الحقيقة. انتقلنا إلى المجاز إيش؟ نفسهم هنا ليست هاي، أصبحت تعذر نسميها، عرفت؟ تعذر. وأسف مش مستعمل يعني أكل الشجر. والله أعلم. في إشي بسموه شيخنا، خلصنا الأولى إذا ننتقل المجاز إذا تعذرت. النقطة الثانية إذا كانت مهجورة، وهذا هذا الهجر قد يكون عرفيا وقد يكون إيش؟ شرعيا. الهجر العرفي إيش يا شيخ علي؟ مش متسحر اليوم؟ متسحر جبنة. خير مالك، أصول هاي حلوة، قلت بتحب الأصول. رشحة عادي، ما كلنا مريضين، مش شايفة عادي. دائما واحد ماسك إذنه وراسه وشغله. طيب يا الله يا الله، طب مهجورة، قلت انظروا هيك، قلت والله لا أضع قدمي في بيتك، ورحت فعليا فتحت باب بيتك وحطيت إيش؟ قدمي. هل إحنا؟ لا إحنا، لأنه هاي حقيقة مهجورة عرفيا، لا أحد يذهب ويفتح باب أحد وبضع رجله. شو هذا؟ شو الشغلة؟ يعني نستخدمها، وأصبحت تستخدم لغة ويقصد بها الدخول، فبالتالي هاي سميناها مهجور عرفا، فهمناها؟ يعني قلت والله لا أضع قدمي في بيتك، لكن ليس المقصود حقيقة القدم، وإنما المقصود الدخول. هاي سمينا حتى لو وضعت القدم حقيقة لا أحنث. نذهب الآن مهجور شرعا، مثال بين أيدينا، أنا محامي عنك وإنت الآن زيد يطالبك بألف دينار، وأعطيتني قضية عشان
أمنع استحقاق زيد 1000 دينار منك، فأنا يفترض وكالتي بأن أقول لا، يعني ليس له، وأبحث عن كل دلائل تدفع، صح؟ حكى زيد وما شاء الله 100% واقتنعت أنا بكلامه، أنا وكيل، قلت نعم إلك علي 1000 دينار والربط. الآن قلنا صحيح شرعا في مذهب الشافعية خالفنا، قلنا صحيح شرعا. لماذا؟ لأنه شرعا لا يجوز لي أن أصر على الباطل مع ظهور الحق، فبالتالي أصبح الوكالة بلا، نقول الوكالة بلا معنى برفض أن يكون علي حق، الشريعة لا تقبل هذا، فهجرت من جهة الشريعة، فصارت عندي وكالة بلا ونعم بأن لك أو ليس لك. فهمناها؟ فهمناها مشايخنا؟ فهذا نسميناه مهجور إيش؟ مهجور إيش؟ شرعا. هيئة معروضة أمامكم كالخصومة وشرحته، هاي أمامكم هنا مثل مثال حتى نكون مررنا على الأمثلة، هذا في العرف. هنا شرعا ولا تنازعوا فتفشل، ذكرنا الآية هذه، يعني فإن وكل عمرو زيد، يعني حكيت مبدأ. الآن في أمامنا مثال، من حلف لا يأكل رأسا. الآن الرأس كحقيقة يطلق على رأس العصفور، لكن أصبح في العرف يقصد به رأس مين؟ الغنم إذا تم شواؤها، فصار يراد به هذا، فهذا سميناه مهجور. رأس العصفور عندما أقول لك اشتريت منك رأسا، بعد شوي أنت جايب لي رأس عصفور، مش مقبول، لأنه عرفا صار مهجور وصار مقصود به إيش؟ رأس الغنم المشوي في التنانير. مثال. الآن ما زلنا في نفس الموضوع، متى نترك أو سمينا الحالات التي تترك فيها الحقيقة ونذهب إلى المجاز؟ في شيء يرجع يسمونه لمحل الكلام، عندما نطلق محل الكلام معناه شيء فيه تقدير محذوف ونحتاج أن نقدره، فهذا مسينا تركنا الحقيقة. عندما نقول إنما الأعمال بالنيات، إذا أردنا فيها الحقيقة، إذا أردنا فيها الحقيقة يعني فتكون على لفظها الظاهر، إنه لفظها الظاهر إنه هذا أنت حملته على المجاز، قال يدل على لفظ الظهر أي دل وجود الأعمال بغيرني أنه صرف على وجود الأعمال على حكم الأعمال فيكون التقدير. لا، هنا ذهب إلى المجاز. فإذا أردنا به الحقيقة سنكون في مشكلة واضحة جدا، أن المعنى غير مستقيم. إنما الأعمال إيش؟ إنما الأعمال بالنيات. طب أنا يا عمي أنا بشوف منك عمل ليل نهار عمال يظهر، والكافر أصلا ما عنده نية ومع ذلك عنده أعمال، فنحن نسميها الكلام لم يعد إيش؟ صادقا. فنحتاج أن نقدر محذوف حتى يستقيم الكلام. فعندما قلنا إنما ثواب الأعمال، الحقيقة إنما الأعمال بالنيات، شو معناها؟ يعني إذا حملناها على الحقيقة الآن إنه العمل فيه لابد إيش؟ من نية. بس هاي الحقيقة هل هي صادقة؟ نجد عامة أعمالنا لا يوجد فيها نية، فاضطررنا بسبب عدم استقامة أو صدق الكلام أن نقدر محذوف إنما ثواب الأعمال بالنيات. فهذا سميناه لو سمحتم الكلام لا يستقيم إلا بتقدير إيش؟ محذوف، دلالة في محل الكلام. في نوع ثاني سميناه دلالة ترجع إلى المتكلم. زوجتي تقول أريد أن أخرج، يا بنت الحلال اجلسي في البيت، بعدين بتطلعي، بعدين لا أريد أن أخرج، وحملت نفسها بدها تخرج. فأنا إيش ماذا قلت؟ إن خرجتي فأنت طالق. الآن نذهب إلى المتكلم، ماذا الحالة التي كان فيها؟ إن خرجتي فأنت طالق.
يفترض نحملها على إطلاقها، على إطلاقها متى خرجت المرأة من البيت حتى لو لشراء بندورة إيش الحكم؟ تطلق. هيك معنى أبو حنيفة رضوان، وهي بسموها يمين الفور، قالوا أول من تكلم فيها من المسلمين أبو حنيفة، ما أحد سبقه فيها، واستخرجها. قال يا عمي وإن كان اللفظ على إطلاقه لكن هو أراد منه المنع فورا الآن، يعني لو بعد ساعة طلعت على السوق ما في مشكلة، بس الآن ما بديها تطلع. اللفظ ما بيحكي هذا الشيء، اللفظ اللي أقول إن خرجتي فأنت إيش طالق، ما قال اللفظ بقول مطلقا أنت تطلق، بس دلالة حال المتكلم هو إرادة المنع من الخروج الآن أفادت التقييد بالفور وليس مطلقا، فهمناها؟ فلو بقيت ساعات ثم خرجت لا تطلق. هذا أخذناه من وين؟ يمين الفور هي يسمونها، أخذناه من دلالة إيش سمناها؟ المتكلم، أو دلالة حال المتكلم، فهمناها مشايخنا؟ فالآن الحقيقة أنها تطلق متى خرجت، المجاز ما هو؟ أنها تطلق إذا خرجت الآن، وهذا المجاز عرفناه من مين؟ ما حملنا الكلام على حقيقته، حملناه على ما؟ من حال المتكلم.